عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم نهار جديد وروتين جديد. اليوم غادي يكون روتين مسائي. سمحوا لي عطس واحد العطسه هاد الايام. انا وقتي من غير كنعطس، ما عرفتش واش الجو ديال زعما الربيع هو اللي كنمرضوا فيه، زعما راه قريب يدخل زعما الصيف هو داخل وهذا، ولكن ما عرفتش. المهم باكو عارف ملي كيبقى يدك الحوايج وكنقص مسح يدك في الفوطه. المهم اليوم غادي يكون ان شاء الله شارك معكم روتيني المسائي. صراحه كنت غادي نشارك معكم واحد الغديوه زوينه. تقمت رخيصه، خرجت تما صدفه، صبحت نعاسه، مشيت جمعت الدار، ما جففت ما والو، صبحت معقيزه مع العطله. عجبني الحال البارح، ما عتمدش هاد العطله، والبارح والبارح حتى كان عندهم امتحان. البارح صافي شت العطله ومشى راجلي سول في المدرسه في الصباح باش زعما مشي جا يلبس ومشي قال لي مسافر حبس القرايه. ايوا نتمنوا ان شاء الله ينجح وينجحوا ان شاء الله وليداتكم بالتوفيق، والناس اللي كيدوزوا نورماليزي يا ربي يسهل عليهم بالنجاح والتوفيق. وحتى اختي ان شاء الله ايه عندها امتحان في النورماليزي. نتمنى ان شاء الله صحاب الكاتريام وصحاب الباك ربي يسر ليهم ويعطيكم ان شاء الله كل ما كتمناو. و اللي ما شفتهاش انايا ان شاء الله تشوفوها نتوما ان شاء الله ويشوفوها وليداتكم. هادشي اللي كنتمناو، الانسان اللي كيبغي الخير للناس ربي راه كيعطيها الخير. واخا تشوفوا بعض المرات تبغيو الخير للناس وما كتشوفوا حتى شي حاجه كتجيكم زوينه، عرفوا واحد الوقت راه غادي يجي واحد الوقت اللي ربي مقسمه لك وغادي تشوفي الحاجه الزوينه. ودائما شوفي الحوايج الايجابيين. ملي تنوضي الصباح تلقاي يدك عندك، تلقاي رجيلاتك عندك، تلقاي عويناتك كتشوفي بهم، تلقاي لسانك كتهضري، تلقاي وديناتك كتسمعي. فهادو نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. تلقاي انك تاكلي اي ماكله، ماشي بحال الناس اللي ممكن تكون عندها الفيلا. بزاف الناس مساكن عندهم يعني اللي ما يتمش وميمكنلهمش ياكلوا اي ماكله، ميمكنش ياكلوا اي خبز، ميمكنش يشربوا حتى الماء ديال الروبيني. فملي كتشربي الماء ديال الروبيني كتلقاي راسك كتاكلي اللي جات قدامك كتاكليها. الحمد لله يا ربي وشكر لله. فهادو من نعم من نعم الله. فانا هادشي اللي كندير. بعض المرات تجيني ديك الحاله ما نكذبش عليكم، مؤخرا بدا كيجيني شويه اكتئاب. معنا اصلا جاني اكتئاب من بعد الولاده. ف المهم حسيت براسي ماشي هي هذيك. غير انا الحمد لله ما عمري حاولت نتعالج عند الطبيب، كنحاول نعالج راسي براسي، ما بغيتش نولف الطبيب وهذا. وماشي عيب الانسان مازال المشاكل العضويه ممكن كتمشي للطبيب كتشربي الدواء. المشاكل النفسيه الا مشيتي عند الطبيب صافي كيولي واحد بزاف الحوايج. فالحمد لله انا من الناس اللي متشبته بالحياه وكنعالج راسي براسي. نهار كنبكي غدا كنفيق كنقول هادشي راه ما وقعش البارح، ما كنبقاش نحك على الدبره ومدا هذا دار لي هذا فعل لي. راه هادشي هما من الاسباب باش الشعر كيبدا يطيح، الوجه كيتكمش، كيخرجوا لك بعض المرات البقع سوداء بدون مناسبه. هذا هما الاسباب. الا بقيتي كتحكي هذا دار لي هذا فعل لي هذا ترك لي، ضربي على الناس اللي كياديوك ما تبقاش في عندهم. شفتي شي واحد كياديك ولا واش لقيتي معاه فهاد الزنقه انت قلبي على هاد الزنقه؟ هادشي اللي كندير انايا. ومهم هادي العطله بدات، العطله بدات والحماق بدا، ومعتمد غادي يبدا يبرزط فيا وما غاديش يخليني لا نرتاح لا ننعس لا هذا. ولكن واخا هكداك كيضحك، واخا هكداك مونسني وكنتقاتل انا وياه على التلفازه. بعدا بالتلفازه هادي اللي عاد خدا سعيد باش كنت ديك النهار هذيك الايام كنا كرا معاه خدا التلفازه. ايوا شريت التلفازه فيها اليوتيوب، هذيك ثاني فيها اليوتيوب. غير هذيك خاص واحد الموديم، كتشري لها موديم عاد كتبقاي طاري كتبقاي ما عرفتش كديك كيديروا ليها من العام للعام. ما عرفتش كديك لا هذيك دابا تيشري ليها ساعي الموديم. هذي دابا فيها اليوتيوب وانا كندير يوتيوبرز اللي كيعجبوني كنشوفهم. كنتفرج في القنوات ديالو كنبقى نتفرج، هو كيبقى يتقاتل معايا. انا بغيت نشوف مكياج انا لا، وعادي تبرزايط قبيله والله الا نتوما شوفوا ما كلتو ما بغاش ياكل. ها ما بغاش ياكل وما بغاش ياكل الدلع. عري لهم معتمد، ها عري لهم غطيت ليه الدلعه بفوطه. عري لهم الدلع على الصينيه والله غطيت ليه الدلع بفوطه وزعلوك البطاطا. شوف شويه غيقيد جمع غير الدبانه معتمد. شتي غطي بالفوطه ولا ما بغاش ياكل ما كياكلش. ما عرفتش انا كيفاش حي هاد المعتني انت طيح لي دوك الطباصل راك عارف غندير لك. كيضحك عاد علاش حيت ما كندير ليه والو اقسم بالله العظيم. كيبقى غير نغوت غير هو يغوت كيتخلع راه صافي بحال شي رعده نزلات عليه. ماما كتبقى تقول لي لا ضربي كتبقايش تغوتي، ولكن صراحه كنقول لها ماما نغوت ولا مسكين نضرب واش نضرب فيه على العظمه. والبارح راجلي كيصايب واحد التلفازه دابا نوريها لكم في الصاله، وهرس ليا هذيك المبيخره
وشريها ب 100 درهم بعدا تفقصت عليها والله لا 2600 خلى لي هو ب 100 درهم هرست لي ديك الغطايه وجمعها لي ما عرفتش كي دار بسم الله ما راهي مجمعه شافني فقوصه حتى راه ما نكذبش عليكم وجمعها بالكولا ديك ديال الضفار جمعها وسقات ايوا ما عندنا ما نديروش غنديرو ايوا دابا غنمشي نجمع ديك الصاله غدا ان شاء الله جايين شي ضياف واليوم شديت معكم الهضره انا موحشاكم لكم تجربوا هذا الشيء انا ممكن نهضر معكم من القلب جايين شي ضياف ان شاء الله نهار الجمعه وكو عارفين الضياف ضروري خاص الدار تكون شويه نقيه ومجموعه وركاني واكثر اللي غيباتو كتكون الدار شويه مربجه وغير معتمد اللي كيربج ليا بسلامته كنقص كيجي هذا المعتمد التلفازه قلت لكم معتمد كيربج ليا الدار دابا غندور بالصاله وهذا ونعمر المعتمد واحد بريد اتاي عرفتي ولف الكوتي واخا دابا يلا كيتغدى وجيب لي صايبي الكوتي غندير ليه غير شويه ديال القليه ياك شويه القليه وصافي والكوزينه جمعتها قديتها ما قديتهاش غير جمعتها ولقيتها وحيت داك الشيء بجافيل وصحكيت البوطه وعرفتي ريحه الحوت وخرجت داك الميكه حاشاكم ديال الزبل صافي دابا باش غير نجي نسيق الدار تبقى نقيه باش غدا ان شاء الله عندي رونديفو ديال الطبيب شديتو غير في التليفون فيما كنمشي كنلقاهم سادين وما داير الكونتيني ملي كنمشي كنلقاهم سادين دابا اتصلت بهم شديت رونديفو غدا في الصباح ان شاء الله طيحت لي عندك تهز ديك البطاطا طيحتي ما تهزهاش من الارض لا لا خليها دازت القطه وتاكل ايوا هذا المكان احبابي دابا كلهم عندهم ديك الشطينات وداك السريد الناس راه مزيانين لك فاش تكبر وحيد منك فقط الدم تبقاش الصفار هكذا والله هي وحده ديال هادشي اللي كاين وشوفوا 6 دقائق وانا كنهضر معاكم ما حسيتش بها والله القاسم والله القاسم كنحلفكم بالله كنهضر معاكم الا بحال معايا في الدار نتوما هما حبابي نتوما هما صحابي ما عندنا حد مع حتى شي حد مع غير مع الوالدين الله يخليهم لينا وخوتنا فنتوما هما كلشي فكنبغي نهضر معاكم بغيت نتعاود معاكم وهذا المكان يلا حبابي نشجعوا بعضياتنا واللي تفرجت في هذا الفيديو في الصباح راه تشجع تنوض تغلي شغالها ولا شفتو في العشيه تنوض دير بحالي في هذا الروتين واول حاجه قبل هذا الشيء كامل غادي ندير معكم بعدا الزيت الزيوت اللي كندير لشعري غادي نخليهم بغيت نضرب شي تدويجه في العشيه باش ان شاء الله غدا نمشي للطبيب نمشي لقيقيه ونيس نجيو عندي الضياف بعدا تكون الدار مجموعه باش نمشي للطبيب ونخليهم حيت ما عندي ما ندير عندي رونديفو ومن نرجع نصايب الغدا ما عرفتش ندير كسكسو يمكن المهم ها نتوما معانا وهذه اليوم ليله الجمعه وجمعه طيبه ليكم ولينا اجمعين والله ينجح وليداتنا اللي كيقرا في النورماليزي وليداتكم هما وليداتنا بحال اختي ان شاء الله ايه الله ينجحكم ويوفقكم والله ينجح صحاب الباك واللي ما وفقوش راه ان شاء الله ما ديروش بحال اختكم سناء عاودوا 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 ما ديروش بحالي انا في الباك ضيعت اجمل يعني اجمل حاجه في حياتكم والمستقبل وما عاودتش الباك وخا ان شاء الله غادي نعاود الباك حتى حاجه الواحد ما كيكبر عليها الحمد لله حنا باقيين صغار ومازال حد الانسان باقي في الحياه مازال يعطي وهذا المكان يلا حبايبي بقاو معايا هاد الاخت قالت لي سناء اختي شوفوا عطي الشعر باش تنصحينا بالزيوت بالنسبه للزيوت حالي هذا هو حالي صحاب الحساسيه تعري شويه تمرضي تغطي تمرضي غير كنفيقوا الصباح انا ومعتمد كنصبحوا كنعطسوا واحد البنت ديما كانت كتكتب ليا يا النفنافه ويبقى كتكتب ليا اختك راه ماشي نفنافه راه غير حساسيه واش غنديروا سلا راه ما جاتش معانا والله صراحه ما عندنا فيها حد صراحه سلا غير المرض فيها وصافي المهم هذا مكان بالنسبه للزيوت اللي كنستعملوا بالنسبه شوفي حسب شعرك شعرك لا كان دهني كما قلت لك غادي تستعملي جميع الزيوت لا كان ناشف جميع الزيوت اللي كيكونوا يا التقصف المهم انا كنختار هذوك الزيوت اللي 100% اللي غادي يعالجوا ليا الشعر ديالي وانا حيت شعري رطب كما قلت لكم ما كندير دهني ما كنديرش من هنا ولكن ما نكذبش عليكم مؤخرا باش شعري من هنا ما يبقاش يطيح راكم عارفين القدام مع الفولار ومع الدره وداك الشيء كيبدا يطيح الشعر فمن الاحسن تحاولي ديما تدهني شعرك من هذه الجهه غير هذه البلاصه ديري الشتاء وتقيت تدهني هذه البلاصه هذه وبالنسبه لواحد الاخت قالت لي سناء شعرك خاوي راه شعري ما خاويش غير هذه القصه هذه قطعتها وراه ما بغاتش طوالت كانت صراحه هذه هنا دابا راه بدات كطوال هذا ما كان وشعري ملي كنجبدو راه كون درت ليها بحال هكذا ما غاديش باين المهم بالنسبه للزيوت اللي كنستعمل انا راه دابا بالنسبه للزيوت اللي كنستعمل انا بديت لكم الفيديو قبيله ودهنت شعري شوف راه كيقطر بالزيت كيقطر
شو كيقطر بالزيت فما جاتش عاوتاني نعاود ندهنو قدامكم. المهم انا الزيت اللي كنستعمل هو هاد زيت الحشيش، بعد المرات تيكونوا عندي زيوت اخرى كنزيدهم ان شاء الله المره الجايه حيت سالاو لي الزيوت. كنستعمل هاد زيت اللوز، انا هاد الزيوت راه كنستعملهم انا والزوج ديالي ماشي البعض، هو صراحه هو اللي واخد هاد زيت الزيت زيت الزنجلان. المهم باش ما نكثروش الهضره، كتحتاجي زيت جوز الهند صراحه زوين بزاف، هو كيحيدك التقصف في الشعر. بالنسبه لزيت الزنجلان البكر مضاد الاكسده وكيحمي من اشعه الشمس، الناس اللي كيخرجوا الشمس بزاف شعرهم كيتقرض كيقوي الاظافر. المهم بزاف الحوايج ومجدد ونافذ ومرطب وملين. بالنسبه لزيت الزنجلان قلنا زيت الكوب، زيت الحشيش حتى هو الشعر الجاف والهش، الشعر اللي كيكون لي صبا كتجريه الزغبط غير كطير. وبالنسبه للزيت الرابع هو زيت اللوز، هما اللي كنستعمل انا حيت انا اصلا هادو هما اللي كنشوفهم كيرطبوا الشعر، وكما كتعرفوا الصباغه راه كتخرج على الشعر، فضروري الانسان واخا شعره رطب مره مره يديرها. انا يلا كنت كنصور معكم فيديو ندير اكثر، يلا يلا كنصور معكم واحد الفيديو وشعري وهذا وطفى لي التليفون، راه عندي فيه شي مشكل دابا راه عمرتو بالزيت داكشي علاش ما جاتنيش عاوتاني ندهنو قدامكم. وانتم عارفين اني انا دائما كنصور راه كيقطر بالزيت كيقطر. المهم قالت لي واحد الاخت سناء شاركي معنا هاد الحمام زيت، اختي انا شاركت معاك كندير زيت اللوز زيت الكوك زيت السمسم البكر يعني الزنجلان وكنستعمل زيت الحشيش، هادو هما الزيوت اللي كنستعمل. بعد المرات تنزيد تقطيره من زيت الخروع، كنزيد ديكوريور اللي كندير بعد المرات، هذه المره في الاسبوع كندير، بعض المرات كندير هذاك اش كيقولوا ليه شنو كنقول الثومه كنغليها مع الزعتر وكنرش شعري مزيان. هذه كانت تقريبا كنديرها يوميا، كندير هذاك اللي قلت لكم ديال الوصفه ديال الساروج، تدخلوا هي القرنفل تدخلوا القناه ديالي راه غتلقاوها. وصافي من بعد ملي كندرت عمرت راسي راه عمرت كيقطع، شو شعري ما بقى باين والو، شوفوا راه عامر. دابا دهنته غادي نلويه، الشعر كيبغي الرعايه البنات الا نيكتو عليه وكيبغي تكونوا حتى نتوما النفسيه ديالكم مزيانه حيت الهرمونات راه كياثروا على الشعر. دابا غادي ندير هاد البوني هادو وغادي نمشي ندير الميلاج، المهم نمشي نقي الدار شي شويه ونعمر المعتمد واحد بريد ذاتي. ولكن التنصيات انا غندير البينوار ديالي، وعارفين ماما صيفطت لي مسكينه واحد الاوديو كيما غنجربهاش دابا تنسالي هاد الروتين. ايوا وغادي نمشي نجمع هذيك الصاله وانتم معايا والمعتمد هو اللي كيرونها غا معتمد بسلامته. ندير غادي الفوطة هادي نقية يلاه بقات دابا مسطح، إلا غنسوس بيها مع ديك الفوطة الفوطة غنحط فيها هنا كدايرين البنات بخيب وكتواشر هاديك هدا طيب. وانا كاينة بعتي هاد الصالة معتمدة راه مغدخلش ليها، راه غيجيو عندنا الضياف غدا شكون وصافي خليها تا غدا ونقولك شكون إلا جاو هي صافي إن شاء الله غيجيو الصباح. خليها الدار مجموعة مغدخلش ليها عندي صحاب هو ما عندوش بيتو وكيبقى يقابل في الدار، وكان دابا عندو بيتو انا كنظن ما غيديرش هاد الحالة هادي اللي عندي. Thank you.
الكوليه تاع الكليه. كيف تصير الكوليه تاع الكليه؟ انا ما عرفتش هاد البرامي كيتجي الحيوطه ولاو كيتقشروا ولاو ما عرفتش صباغه خسراس لا الدراري دابا صداعت الزنقه كاين غلا وزابي ديال السطلة كنطويهم شي 10 المرات في النهار بجوج السلايات كاينين دابا الحوفة بحال ما سايساهمش شي شهر وراه يومين هادشي يومين ما تبغيش تاع الدار سي زكي سمعت من الدار دار فيا الرعب كل مرة يقول لي بلاصة ما نطيحها ما كتفايلة ولا تلفان وعرفت الساعات الساعات راسك ما مزيانش تبقى تفايل كل مرة كيخلعني هنا قدك البلاصة مشات راه هاد الطعمية هادي جا ما عجبني الشطاره فين جبتي هاد الشطاره فين هي راه في البيت نعس قبل بجوج قرعات الريحه سجلها ليا سجل ويلا شوفوا شحتنا موسيا قبل طحت لي ويلي طحت لي قبل واحد القرعه ديال الريحه ثاني وبارك عليك من اللعاب شوف شوف هاد قهرني قهرني كالطورنوفيس كيجي كتلعب بيه شنو طورنوفيس لاش لا مالو يلا راسي كيصوت ها كيصوت
زعما كيضرني كيضرني ايوا ضروري الخباب راه الناس خدي هذاك الشيء يومي على الجمعات دابا غادي نمشي نجمع هذيك وسط الدار حتى هي هذا معكاز كيبغي كيبغي الدلاح يتنقى ويدار وتحيدوا ليه العظومه عادي ياكلو راه كاينه شي جوج عظومه راه حيد ديك العظومه ما تزيدش فيه
انا راه ما كنجففش بالكراطه، كنجفف بيديا منا كنطيحوا ديك الكريشه. لا والله الا رياضه هذوك لي هونش لا بغيتهم خاصكم تجففوا. ما كنجففش بالكراطه، الكراطه هادي كنكون جفيفه ديال العاديه. اما صراحة ديال القرا ما كنديرش، عمري كنكون كنصور في اليوتيوب كتشوفوا شي جفيفه ماشي هي هذيك، حيت ما يمكنش نحن تحلاو. ما انا قلت شفتي غير شكل هاد الخيوطه كرهوني في عيشتي. ما تنتي بحال ما انا ولدي كرهوني في عيشتي. مقص سالي مول العقل راجلي كيتفرج في سالي غنضحك فيك الناس. عرفتي البنات يلا بغيت ندير كاسكروت، غندير للمعتمد غير شويه القليه ونحط ليه خبيز وكاشير شويه كونفيتير ايوا يجيب لينا حريشه بامبلو. شوفوا الحداقه، انا اللي درت الحرشه اللي عندكم. ايوا جاب حريشه وجاب معاه الحليب في تونس كافي، حطيت التميرات اللي بغاها الله يجعل البركه. هذا هو الكوتي ديالنا. ايوا هذا مكان غندير كاسكروت، ندير هذيك جو دابا 8:30 ندير 9 وندخل نضرب واحد التدويشه. ايوا هادشي اللي كاين.